أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 54 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بدءا من الأول وحتى العاشر من نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. والقوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. أكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الطلب على الطاقة المتجددة في تزايد مستمر، خاصة في ظل التوسع في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص. أشارت الوزارة إلى أنها تدعم المنتج المحلي في جميع المشروعات التي تنفذها، سواء الخاصة بالنقل أو الإنتاج أو التوزيع، للوصول بشكل تدريجي ليصل إلى 100% خلال العشر سنوات المقبلة. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم بدء تداول الذهب في البورصة السلعية نهاية العام الجاري عقب الانتهاء من مؤتمر المناخ COP27، ومن المقرر أن يتم ذلك بعد الموافقات والتنسيقات العرضية مع البنك المركزي، خاصة أنه يتم التعامل مع سلعة بحجم التداول بها يصل لملياري دولار، حيث أن مصر من أكبر الدول في تجارة الذهب. وجه اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات للمتابعة على مدار الساعة، وذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار بدرجات متفاوتة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات القادمة.